حبيبي دادي. ايه. قريت هالمعلومة؟ اه. اسمع شو كاتبين بالجريدة. شو كاتبين؟ قال الزلمة بيحكي بالنهار 3000 كلمة. بينما المرة بتحكي بالنهار 1500 كلمة. بقى شلون بتقولوا إن المرة بتحكي أكثر من الزلمة؟ هي شي طبيعي، لأنه نحن منعيد الكلام مرتين ثلاثة لحتى تفهموا علينا. شلون بقى؟ قلتي شلون بقى؟ بدي أعيد لك كل اللي حكيته. صباح الخير. أنت بخير. ماشي لك حافي بين الأفاعي، وردت لك على وادي الأسود. يا الله منك شو ثقيلة؟ بشو شعر دولة؟ يا الله بتعرفي بكره بده يجي مجهودي، ان شاء الله تزبط بقى، والله حرام اللي عم يصير بهالشاب. اي يلا بكره بتضل ذكريات حلوه بتضحكوا عليها، بعدين حبيبتي لو ما بيحبك ما بيرجع بعد كل هالفصول. بتعرفي انا حبه متاكده منه، بس انه ما عم تزبط معنا ولا مره، وكمان خايفه هي المره. لا تخافي حبيبتي بكره بتزبط، لانه الثالثه سباتي اكيد، بس العطر علي انا وجاجو. يوبشني ما عم تزبط. بوس ايدك شيلي لي موضوع جابي شي اسبوع زمان، بس لبين ما يجي مجهودي ويروح. لك يا على عيونك شو انك لئيمه وانانيه وما بتفكري الا بحالك. يعني مش الحال. ايه لقينا بيت قال حلو كتير ومساحته هيك وسط وقريب من هذا الشارع، وبكره صاحب البيت بده يفرجينا اياه. رايحه لحالك؟ لك لا شو رايحه لحالي، رايحه انا وراكان، وفي كذا خيار بدنا نشوفه. ان شاء الله يا رب يا زينة، بيعجبك بيت من البيوت وبترتاحي انت وراكان وبتستقري يا رب. الله يسمع منك يا اموره.